ده غبي جدا ماشي من هنا. لا لا ايه اللي حكايه الغبي دي؟ لا ده انا ارتكب فيها جريمه. يعني ايه؟ ده هم شويه الذكاء اللي انا عايش بيه. انت ذكي؟ هو انا حلت من شويه الذكاء اللي عايش بيهم؟ طيب كويس. كمان دي انا عشان اخلص ضميري قدام ربنا سبحانه وتعالى. اتفضل. همتحنك سؤالين بس في الذكاء. اتفضل. لو نجحت هتستلم الوظيفه بدالي. اه ما نجحتش يوريني عرض كتافه. اه اتفقنا؟ اتفضل. السؤال الاول. ايوه. ايه الشيء المدور ولونه اخضر من بره وتشقه بالسكينه تلاقيه احمر من جوه وفيه بذر بنسميه لب؟ يا سلام، هو ده الذكاء؟ اه. اجي مدوره خضره وتشقها تلاقيها حمراء وفيها لب، واول حرف منها نون. نطيخة. في حاجة اسمها نطيخة؟ من عارف ان اسمها بطيخة، بس يمكن شاريها اخنا في الدنيا نطيخ. بقول لك اول حرف نون. ايه؟ نص بطيخة. خلاص 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 خلاص. المدورة مبارك. خلاص خلاص. انتوا في بدر. خلاص. يا ابن الكلب، كل دي ضحكة؟ اجتني وانا بتاهل. السؤال التاني بقى. السؤال التاني. ايوه. وركز معايا. معاك. ايه الحيوان اللي بتشوفه في جنينة الحيوانات وبترميله موز وفول سوداني؟ ارميلهم موز وفول سوداني. آه. بيبقى في القفص. وبيبقى في القفص احيانا. يعني ايه؟ ايه هو؟ مين؟ مين الحيوان ده؟ مين؟ ما تقول انت. برميله موز وفول سوداني. ايه؟ غلط. لا ايه؟ لا غلط. امال ايه؟ مرات رئيس الحزب. ها تبقى الزرافة. الله بيتجوز زرافة. يلا يا ابني. اه والله بيتجوز زرافة. هعمل لك ملحق. يطلع يبوس وينزل يسلم عليها. ايوه. ملحق. ايوه. السؤال الثالث وده اخر فرصة ليك. ايوه. ايه الحيوان ابو اربع رجلين وليه ديل واليف وساعات نربيه في البيوت وبيقول ميو؟ بس غلط. اه كلب بيتعلم لغات. يعني انا سقطت ولا ايه؟ يلا يا حبيبي مع السلامه. طب معلش، انت عارف ربنا بيحب العدل. طبعا يا ابني. انا هسالك برضو ثلاث اسئله زي اللي انت سالتهم، وان انا سقطت فيهم همشي بنفسي. في الذكاء؟ ايوه. لا بدل في الذكاء في فرق بيني وبينك. ما انا عارف ده في فرق واسع قوي. ما انا عارف. طب اتفضل. اول سؤال. ايوه. وانا مش عاوز بطء، انا عاوز سرعه. الذكاء عاوز سرعه. حاضر. ايه اللي شبه ده؟ عمود. افهم معايا. ايه اللي شبه ده؟ شجره. ايه اللي شبه ده؟ ايه ده؟ افهم معايا قوي. طيب السؤال التاني. التاني. ايه الحاجه اللي بتعمل كده؟ عقربه. ايه الحاجه اللي بتعمل كده؟ تعبان. اصحى بقى معايا. ايه الحاجه اللي بتعمل كده؟ كلب بيهوى. ايه الحاجه اللي بتعمل كده؟ ايه؟ ايدي. طب خلاص 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 خلاص. عجبتك قوي. خلاص خلاص. ايه اللي بيعمل كده؟ ماشي. السؤال الثالث. ايوه. في ثلاثة قاعدين. ثلاثة قاعدين. قدام منهم برتقان. 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 ثلاثة دول قاعدين وعاوزين نقسم برتقان على الثلاثة، بس كل واحد ياخد نص برتقان. يا سلام، اتكلم على قدك بقى. البرتقان عشان تقسمها يبقى يوم من الصين. ما هو الذكاء ازاي نقسمها على الثلاثة بحيث كل واحد ياخد نص برتقان؟ طب قول لي انت. آه. انا غلب حماري. غلب حمارك؟ اه. امال موقفه جنبك ليه؟ ايه ده؟
بقول له واحد صاحب اصحى تاني معايا، التلاتة قاعدين والبرتقالية عاوزين نقسم برتقالة على التلاتة بحيث كل واحد ياخد نص برتقالة. وريني ازاي؟ وانا عملتها انا تبقى نجحت في الذكاء. تلاتة قاعدين، تلاتة قاعدين ونجيب البرتقالة. جبنا البرتقالة ونغزها. نغزها؟ ايوه. نقول لها انت برتقالة؟ هتقول اها ده انا برتقالة ونص. فرق بقى فرق بقى فرق 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 ونصص فرق بقى نجيب البرتقالة ونغزها. ايوه انت برتقالة؟ ايوه. يقول اه طبعا انا برتقالة ونص. خلاص سيبه بيتاوي. وانا عندي كلمتي خلاص. ايوه نجحت في الذكاء. ايوه يا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وادي عقد. ماشي ماشي ماشي. وادي العربية. الشيك الشيك اهم. الشيك اهم. 10,000 يا ولد. عشرة آلاف يا ولد. ايوه يلا. ايوه بيه. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. راح فين؟ ابدا حياتي. لا تعالى بقى على الباشا هيفهمك على كل حاجة. في حاجة تانية؟ اه هيروقك. طيب. ركز معاه. ماشي. جيكو سيبنا لوحدنا شوية. اوكي يا باشا. يلا يا فندم. تحت امرك. في حاجة يا فندم؟ شوف بقى. أيوة. خلي بالك معايا. ايوه. عشان تشوف هتعمل ايه بالظبط. تحت امرك. انت هتنزل من هنا كانك رايح البنك. اه. تطلب فتح حساب. افرض ما لقيتوش. مين ده؟ فتح حساب. فتح حساب؟ ايوه. فتح حساب حسابات حسابات اخته. اخت مين؟ فتح حساب يعني اروح انا ما دام حسابات موجوده. ايوه. صباح الخير يا فندم. ممكن تطلبي لي فتحي ابن الحاج حساب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هتفاهم معاه ازاي؟ يا ابني يا حبيبي. ايوه. انت انزل من هنا رحت البنك. ها؟ مش معاك ورق مني؟ عقود؟ ها؟ ها؟ احنا دلوقتي خلينا بس في فتح حساب، في حد اروح؟ بلاش فتح حساب. ايوه. وبلاش حسابات خالص. اه خلي بالك. أيوة. انا بقول لك ايه. اه. روح البنك. اه اطلب مفتاح خزنه بيجي بدري. مين ده مفتاح خزنه؟ انا مستعد ما تزعلش نفسك، بس انا خايف اروح لمفتاح خزنه التاني يزعل. مين هيزعل؟ فتح حساب. وبعدين تانية طبعا هتشوفني. مين دي؟ مدام حسابات. ارحمني. انا غلطت يا ابني. حرام عليك. انا ما غلطتش. حرام عليك اللي بتعمله فيا ده. والله ما غلطت. انا نزلت. انا فاهمه ازاي ده؟ فاهمه. انت مش معاك ورق مني؟ اهو عقد الشقه. اهو وعقد العربيه والشيك. اهو. كويس. المفروض ان دول تحفظهم لغايه لما تاخد سنه سجن بدالي وتطلع. احفظهم؟ ايوه. مش المفروض تحفظهم؟ احفظ ايه؟ احفظ كل ده؟ يا نهار اسود. اجيب لهم وقت منين دلوقتي عشان احفظهم انا دول؟ انا ممكن احفظ الشيك بس. اهو اهو. ادفعوا 50,000 جنيه لأمر. 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 دفعوا 50,000 جنيه لعمرو. دفعوا 50,000 جنيه لعمرو. دفعوا 50,000 جنيه لعمرو. دفعوا لعمرو لعمرو. دفعوا 50,000 جنيه لعمرو قمرو. دفعوا 50,000 جنيه. خد سمع سمع. دفعوا 50,000 جنيه لعمرو. دفعوا 50,000 جنيه لعمرو. ايه لعمرو لعمرو. ممكن ده كمان على الظهر اكون انا حفظت.